السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصدقائي، بتكونوا دايما بألف خير وقدم لكم أسعار الدولار والعملات ليوم الثلاثاء 27/2/2024. تحديث لأسعار الدولار والعملات في السوق السوداء وسعر الدولار في البنوك. الدولار بدأ يتحرك تاني في السوق السوداء، وبعد ما ارتحنا يومين ثلاثة الدولار بدأ يتحرك من 50 ل 51. ربنا يسترها ونفضل على حالنا فضلا وليس أمر. أتمنى اخواتي تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. أولا، سعر الدولار في البنوك 30 جنيه 75 قرش، وأعلى سعر سجله الدولار في البنوك 30 جنيه 95 قرش. أسعار الدولار والعملات في السوق السوداء كما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي. سجل الجنيه الاسترليني 64 جنيه 28 قرش، البيع 64 جنيه 78 قرش. الدينار الليبي 10 جنيه 49 قرش، البيع 10 جنيه 69 قرش. دينار البحريني 134 جنيه 53 قرش، البيع 139 جنيه 53 قرش. الريال العماني 131 جنيه 73 قرش، البيع 136 جنيه 73 قرش. الدينار الأردني 71 جنيه 50 قرش، البيع 73 جنيه. الدينار الكويتي 164 جنيه 75 قرش، البيع 169 جنيه 75 قرش. الريال القطري 13 جنيه 93 قرش، البيع 14 جنيه 13 قرش. درهم إماراتي 13 جنيه 80 قرش، البيع 14 جنيه. الريال السعودي 13 جنيه 52 قرش، البيع 13 جنيه 72 قرش. سعر اليورو 54 جنيه 96 قرش، البيع 55 جنيه 64 قرش. سعر الدولار في السوق السوداء، الشراء سجل 50 جنيه 70 قرش، وسجل البيع 50 جنيه 95 قرش. كنا بنتكلم امبارح على 49 جنيه، النهارده بنتكلم على 51 جنيه. بنطلب من ربنا وبندعيه ان الدولار يثبت حتى على 50، مش يرجع تاني لل70. بشكركم اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.